المعارضة الموريتانية تخرج إلى الشارع من جديد وبالتزامن في ثلاث جهات من العاصمة نواكشوط. قوات الأمن تعاملت بقسوة مع المحتجين على مستوى منطقة تجونيا. الاحتجاجات هنا قادها الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية أحمد الددة وانتهت ببعض الإصابات التي وصفت بالطفيفة. الأمن الموريتاني الذي طوق مناطق التظاهر بكثافة بدأ أكثر نعومة مع المسيرات والوقفات الاحتجاجية في منطقتي الرياض والقصر. المتظاهرون أكدوا تمسكهم بعلم ونشيد الاستقلال ورفضهم التام المساس بمجلس الشيوخ كغيره من المؤسسات الدستورية. رسالة واضحة من الشعب الموريتاني، الرفض الصريح والواضح للتعديلات الدستورية اللي لا يتمشي بالبلد شور المجهول. المعارضة دانت ما وصفته باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين بمن فيهم بعض الرموز والقادة، وعبرت عن رفضها التضييق على الحريات التي يكفلها الدستور. تخرج المعارضة الموريتانية إلى الشارع تعبيرا عن رفض ومقاطعة تعديلات الدستورية، فيما تتجه الأغلبية الحاكمة إلى حسم الأمر عبر استفتاء شعبي عام في الخامس من الشهر المقبل. على الشعب الموريتاني يدور يصوت عليه وبكذا فو بنعم وبرسالة واضحة يوم 5 غشت. أحزاب الأغلبية تسابق الزمن عبر حملات دعائية تستهدف إقناع الناخبين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية. بين هذه الإصلاحات الدستورية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الموريتاني، تعبير حقيقي عن إرادة الشعب في إصلاح وتطوير المنظومة السياسية داخل البلاد. الحملة الانتخابية الممهدة للتعديلات يقودها الرئيس الموريتاني بنفسه، وقد عبأت لها السلطات كل الموارد والطاقات. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، نواكشوط.